وتعرفوا أن ليداك تساهم بشكل مباشر وغير مباشر في تنقية مياه البحر للسباحة من المحمدية مرورا بزناتة والدار البيضاء الشرقية والدار البيضاء الغربية هنا في عين دياب. اليوم توجد هذه المجهودات هذه اللي عملنا فيها دور مباشر وغير مباشر في هذه العلامة الزرقاء هنا في لابلاج ديال مدام شوال. تنقوم بمراقبة المياه ديال البحر يعني في الصيف وفي الشتاء خص يكون خالية من الميكروبات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية حتى التنقية ديال الرمال حتى هي رسالة ديال المصطفين هو أنهم خصهم يحترموا هذا البحر. الزبال ما تلاحش خص لا دار شي كل شي حاجة الإنسان يرميها. كاين بعض المناطق المخصصة لذلك خاص توعية الأطفال لأن تنقوم هذه التوعية هذا لأن هما الجيل الناشئ اللي تجعل هاد الأطفال من صغرهم يولفوا أنهم ينقيوا الرمال والبحر كذلك.